شديد من الغبار المنبعث من المخاجر القريبة من سكانتهم والتي أضحت تشكل خطرا عليهم. تفاصيل الموضوع مع مهدي بوشتة وهشام بشكيت. للوهلة الأولى وبمدخل مدينة بشار، المشاهد الأولى غبار المحاجر القريبة من سكان حي بشار الجديد. وهاد القنابل اللي راه يديروها نتاع الجبل، راه على بالك دير واحد تأثر علينا بزاف، خاصة الأطفال الصغار اللي كان كاسور هادو اللي في الجبل، راهو تلاقي لي بلافون السكنة تاعنا راه يزعلي تشقوا، راهم راه الغبرة وكل شيء، ماذا بيكم يبعدونا من يبعدوه منا. بالرغم من أهميتها اقتصاديا وما توفره من مواد البناء وكذا فرص العمل، إلى أن هذه المحاجر تشكل خطرا دائما على السكان. الآن أصبحت تكون خطر على البيئة وعلى صحة المواطنين، خاصة المحاجر القريبة من بشار الجديد، والتي أصبحت الآن تسبب خطر على حياة هؤلاء المواطنين. ولذلك ندعو من هذا المنبر الإعلامي أن يقوم السيد الوالي باتصالات مع الجهات الوصية لإبعاد هذه المحاجر ومنح رخص جديدة لهؤلاء المستغلين لهذه المحاجر إلى أماكن بعيدة عن المواطنين وبعيدة عن بشار الجديد، حتى للحفاظ على صحة المواطنين. أصحاب هذه المحاجر يستعملون قنابل الديناميت لتفجير الجبال، مما أدى إلى تشويه صورة الجبل وتشقق منازل الساكنة، ما جعلهم يطالبون السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإنقاذهم.